بالنسبه للبلاستيك اللي تيجي من النفايات المنزليه باقي خصو شويه ديال 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 النظام، لان اليوم في المطارح ماشي كلهم مجهزين بمصانع ديال الفرز. يعني المطارح مازال في المغرب واحد العدد كثير اللي خصو يداروا فيه يعني واحد شركات اللي يديروا الفرز واللي يقدروا حتى هما يعطيوا القطاع ديال التدوير هذيك المواد اللي تنصنعوا منها اليوم مواد بلاستيكيه. الفرز ديال النفايات المنزليه الى ما دارش عند في البيوت ما عمرنا غادي نقدروا نطلعوا النسبه ديال 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 الجمع، لان ملي تيكونوا النفايات كلهم مخلطين صعيب باش من بعد نستخرجوا المواد اللي نقدروا نديروا اعاده التدوير ديالها. نشوفوا بان هذا القطاع خصو يولي قطاع واحد منسجم، والشركات الكبار او الصغار يخدموا في نفس القطاع يكون مهيكل. وكاين بعض المسائل اللي تقدر تعاون هذا الانسجام، وهي مثلا لا تي في على لي ديشي تتخلق واحد المشكل. ملي تجي واحد الشركه باش تقوم دير واحد العمل في قطاع المهيكل تتلقى راسها عند كاينه واحد المنافسه بينها وبين تعاونيات اللي هما معفيين من القانون. اليوم من ناحيه ديال الصناعه نقدر نقول لك الاستثمارات اللي وقعوا في هذه السنوات الاخيره استثمارات كبار، ولكن الأكثرية هذه المصانع ما يقدروش يشتغلوا أكثر من 30 أو 40% من الطاقة ديالهم، لأن ما تلقاوش هذه النفايات موجودة باش يشتغلوا. وهذه المسألة تقدر تكون خطيرة في المستقبل على هذه المصانع، لأن واحد المصنع إلا ما غيدورش ب 70 ولا 80% راه غادي يقدر مع الوقت يسد.